بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أول ظهور للتوك توك، أول ظهور للتوك توك الكهربائي في شوارع حلوان زي ما أنتم شايفين. إيه القصة والتفاصيل؟ حالا هنعرف كل ده، وحالا هنسأل حضراتكم، وحالا هنعرف يعني إيه توك توك، يعني إيه توك توك كهربائي، ويعني إيه أيضا توك توك، وبيمشي كم كيلو، وبكم سعره، وهل التوك توك ده هو عربية؟ يعني التوك توك ده هل هو عربية؟ ادينا هنعرف وادينا هنشوف. ازيك عامل ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. قول لي التوك توك ده اسمه ايه؟ عشان انت قلت لي ده عربية مش توك توك. لا، عربية صانع. فبيشيل ثلاثة ورا. ثلاثة ورا، يشيل ثلاثة. وقدام واحد. واحد، اثنين، ثلاثة، صح؟ والكرسي بيتقدم ويرجع. طب اركب كده وريني. ده عربية دي. ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ محمد نبيل. ده عربية دي يا محمد. ده عربية جدا. طب اقفل كده، ده حاجة جميلة قوي قوي. التوك توك بقى ظهر في حلوان اهو زي ما احنا شايفين، يعني حاجة جميلة جدا جدا، وبيمشي بقى وبتاع، والناس فاكراه لعبة بس هو فعلا توك توك زي ما انتم شايفين. الناس فاكراه لعبة بس هو ده التوك توك القديم اهو، والناس بتاخد صورة وصور معاه وبتاع، فاكراه كده، انما هو اصلا توك توك. بيتشحن ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده، ده الكهرباء بتاعته اهي، اهي ده الكهرباء بتاعته، وبيتشحن من هنا، وبعد كده بنقفل ده، نقفل عليه ونقوم داخلين بقى ايه التوك توك، ونقوم راكبين. بيركب من قدام، من ورا ثلاثة، صح؟ من ورا ثلاثة يا عم محمد، ده ثلاثة صح؟ انت وقفت ليه كده؟ بص هيبص عليه التوك توك ده. تعالى موجود عندي انا محمد. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك ده؟ شايفه؟ هو مش هياخد راحته. ايه؟ لا بس ده بيرجع ويطلع لورا. كاسة وتكييف، فتحة سقف. فتحة سقف ايه؟ فين فتحة سقف؟ ما تورينا يا نبيل. فين؟ دي فتحة سقف والله العظيم. دي بتتقفل برضو. بتتقفل وبتتفتح. بتتقفل وتتفتح. ودي طبعا مرايات عشان تشوف اللي ورا واللي قدام. بس طب شغل لنا كده الحاجات دي. حلو. طبعا لما هنا في حلوان بسبب التوك توك ده. ده التوك توك القديم وده التوك توك الجديد. بقول لك ايه؟ لو هتتحداه تعرف تتحداه؟ تتحداه في السرعة. تتحداه في السرعة؟ هيلف معاك، هيتحداك في السرعة. هيتحداه. هو لو ما خدش باله. صح. طب قول لي ده ايه ده بقى؟ ده ازاز كهرباء. بتقفل ويتفتح صح؟ ورينا. فين المساحات؟ المساحات فين يا نبيل؟ المساحات فين؟ ورينا كده. دي المساحات. الله اكبر الله اكبر. المساحات اهي يا جماعه. التوك توك التوك توك اهو اشتغل في حلوان، وبقى بيقف دلوقتي على النواصي عشان يركب. قول لي بقى فايدته ايه؟ وايه انت قلت لي التوك توك متواجد عندي في المعرض. علي صوتك. التوك توك ده متواجد عندي في المعرض حفنه ابو جبل، ومتواجد عند البحيري. ما تقولش اماكن. مش عارف. ومتواجد عند البحيري. التوك توك ده في ام واي زد. انا شايف 70. يعني ايه 70؟ 70 ده البطاريه. الشحن البطاريه 70. طب اللي جنبه على طول ايه؟ دي السرعه صفر عشان يمشي كده. تاخد ده وتديني ده. بتقول له ايه؟ علي صوتك. لا يا راجل. لا مش هاخد. تعالى قول. فدي السرعه. فالتوك توك ده حضاري. اللي هو حتى شكله التوك توك الثاني. التوك توك الثاني هنا بيحصل حوادث كتير. سرقه كتير. فطبعا ده امان بقى. ده امان ومقفول عليه. مقفول بقى. بيفتح الباب وافتحه كده. افتح الباب كده واقفله. اقفل. انت كده ركبت صح؟ 100 100. في راحة. بتطلع بالكرسي وتدخل صح؟ والفرامل كمان وفتحة سقف. ده فتحة سقف صح؟ تكييف شغال. مريحة. شكله بص شكله حضاري. شكله حضاري غير التاني. الناس بتحب تصور معاه. الناس التانية بتخاف. حلو. توك توك حلو. 2 مليون والله العظيم. كهرباء مفيش بنزين بقى. مقفولة وأمان لعيالك وشكله حضاري. بينفع المدارس يا نبيل. وأقول لك على حاجة. قول. مصنع في بلدنا. طبعا. يعني واحنا طبعا بنحب نخدم بلدنا. هو التوك توك مصنع عندنا. بيصنع.
بيصنع نخدم بلدنا. لازم نخدم بلدنا. فانت زي ما انت شايف كهرباء كل حاجه في شوف ايه رايك في التوك توك ده نزل حلوان ايه العين الخضر دي مية. اسمك ايه والله العظيم التوك توك ده ولا التاني كيف لا ده مفيش احسن منه ده تج مكيف خلي بالك العربيه دي اسمها موزه 100 الله اكبر في زازوره بيقفل انا لو ركبت ده بقى اللي هو بيتقفل ويتفتح برضه عشان تهويه صح واللي فوق برضه تهويه شباب صح دي فتحه السقف طب تعالى كده اتفضل اتفضل صل على النبي 100 والشكل حلو والتكييف وقعدته حلوه والجنود ومريح الجنود بتاعته حلوه الناس بتطمن على الجنود الجنود تحس ان هي عربيه يا محمد تصبر يا استاذ هاني متواجد عندي في المعرض هو اول يوم يجي للمعرض عشان ايه دول يا محمد ايه الثلاثه دول ده مرشدين ده بيقلب ورا لو انت عايز ترجع ورا دي كاميرا صح دي كاميرا والفرامل بتاعته في الفرامل في الايد زي الموتوسيكل اللي قدام بص زي الموتوسيكل العجله اللي ورا دي اللي ورا ودي فرامل اللي قدام لسه اول يوم يجي لي النهارده المعرض اول يوم يجي لي انا بالنسبه لي طب يلا ناخد لفه ونشوف يلا يا محمد سلام عليكم يلا ناخد لفه كده ونشوف متابعينا متابعي موقع بصراحه الاخباري زي ما انتم شايفين التوك توك الكهربائي نزل حلوان التوك توك الكهربائي خلاص ما بقاش في توك توك ابيض واسود وبقى في توك توك تلفزيون الوان تقدر تحط فيه كل حاجه وتقدر تطمن على اولادك وانت جواه اللي بيسوق امان صح امان مع السرقه مرتاح في السواقه مرتاح في السواقه مرتاح محمد السواقه حاسس انك مضغوط لا مضغوط اهو ماشي اهو ممكن حد يقف هنا برضه يا محمد صح في الحته دي الناس بتتفرج عليه الناس وانا ماشي بتتفرج يعني انا اول يوم جاي للمعرض عندي النهارده فطبعا اول ما جه النهارده انت قلت لي عايز اسجل في التوك ده فهو امان لو هنتكلم على وسيله امان هو امان درجه اولى بص التوك توك الثاني بص الثاني وارخص بكتير يعني ارخص بكتير وامان اللي هو التوك توك يعني وكهرباء بيتشحن بالكهرباء ويوفر بص القهاوي كله بيتفرج كل الناس ماشيه اهي بتتفرج هو التوك توك سياحه وحضاري لبلدنا اسمه توك توك شرم الشيخ والغردقه بلدنا حضار واحنا لازم نشجع صناعه بلدنا طبعا طب قول لي يا محمد وانت بتسوق كده ما حسيتش انك مضغوط شويه لا والله عادي الناس بتقعد تتفرج عليا وانا ماشي يعني مين اللي يعرف يسوق اللي بيعرف يسوق موتوسيكل بص اهو الناس توك توك حلو توك توك حلو الناس فرحانه بيه الناس فرحانه الناس مبسوطه يعني انا عرضه عندي في المعرض في حفنه ابو جبل وانا ماشي يعني وحاطط ثلاثه فالناس كلها بص التكاتك كلها بتقعد تبص وارخص بكتير ولازم نشجع منتج بلدنا لازم, يعني لازم طبعا نقف جنب طبعا بلدنا. طبعا طب اللي نستورد من الهند وجمارك طيب بيتشحن كل قد ايه انت قلت لي كل 8 كل 8 ساعات بشحنه يعني ساعتين شحن يعني اول ما جبته النهارده واتقفل عندي بشحنه كل 8 كل 8 ساعات عملت دين انا والبكيري فاحنا واحنا هنبيع مع بعض ونشتري مع بعض وكتر خير بلال صديقي عرفنا قول لي طيب التكاتك دي قالت حاجه التكاتك دي ما هي حلوه وشغاله اهي بس بص ده كهرباء بص ده كهرباء تمام انت كده الازاز اهو نزله تاني يا محمد نزل الازاز كمان اهو عيالك قاعدين في امان خلاص كده اتقفل ولا حد يروح كده ولا كده بص الناس بتتفرج على التوك توك العربيات كلها وانا ماشي بتتفرج لا امان بقى ولا عيل وقع مات او حادثه زي ما انت متابع الحوادث والسرقات بتحصل يعني بتحصل كتير امان والسرقات اسال الناس اهو يعني السرقات وكله بيحصل تسعيرته اغلى من الاولانيه ولا زي ما هي؟ لا يا باشا مش اغلى من الاولانيه الله ده كده يبقى حلو قوي يا محمد ده ارخص بكتير من التاني ارخص من التاني بكتير يعني بكتير. انا ماشي على مهلي عشان افرجهولك ارخص من التاني بكتير يا استاذ لا امشي ور الناس ده كده احنا راكبين عربيه السرعات ايه 26 27 والكرسي ورجلين كرسي مرتاحه تقدر تطلع وتدخل وتنزل اوتوماتيك كله معايا اهو صغير كهرباء ايوه هو الكرسي بس مش المده ساعتين كتير يقعد يشحن ساعتين كتير لا 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 ما انت ساعتين وهتشتغل بيه 8 ساعات ورديه كامله هتروح تفاول بكام انت حسبها هتروح تفاول بكام في الغلاوه بتاع البنزين ده هتروح تفاول بكام بس احسبها كده ايوه
فاهمني؟ الناس كلها بتتكلم، والناس محترمه حاجه اسمها عربيه، كانك عربيه يا محمد. محترمك عشان انت التوك توك ده بيعمل مشاكل كتيره. التوك توك الاصفر ده اللي هو الاسود والازاق والفيس بتاعه اصفر، بيعمل مشاكل. انا عندي ببيعه اعرف، بس عايز انجح الفكره. اتفضل علي صوتك. عايز انجح الفكره بتاعت التوك توك اللي هو اشجع منتج بلدي. فاهمني؟ والمراكب كهرباء وكل حاجه، وتبص لورا كده كانك راكب عربيه يا محمد. صح كده؟ والمرايات وكله اهو. دي جوله بقى. طب لما جيت ويا محمد قلت هاخد لفه، وقف في موقف التكاتك. التكاتك التكاتكيه عملوا ايه؟ يعني الناس بتوع التكاتك اللي اخواتنا اللي بيسوقوا التكاتك قالوا لك ايه؟ ما قاليش حاجه، كله فرحان بشكل. لا بس قالوا لك تاخد وتبدل وتدفع. قال لي بدل ولا قال لي بكام ولا قال لي اهو. بص 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 بيدفع حلو. الله اكبر. التوك توك حلو. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك والله. الناس كلها بص بص الميكروباص وكله بيدفع. طبعا طبعا المشاهدين الكرام في كل مكان، متابعي موقع بصراحه الاخباري، لو انت قاعد في حلوان دلوقتي هتعرف ان التوك توك، التوك توك العملاق، التوك توك اللي حجمه صغير جدا بس عملاق في امكانياته، كانه عربيه بالظبط، فيها تكييف، فيها فتحه سقف، فيها كمان تكييف وفتحه سقف، وفيها زرار، فيها شاشه لو هترجع المرشدير لورا يبين لك الشاشه، وفيها كاميرا كمان لان الشاشه فيها كاميرا متوصله. فاذا في كل انواع الرفاهيه زي التكييف. هنا بيقعد عيل صغير ممكن توقفه، الناحية التانية بيقعد عيل صغير. الكرسي الوراني ده حضراتكم بيشيل ثلاثة، يعني أنا قاعد واحد أهو، في واحد تاني جنب هنا، واحد تالت هنا، يبقى دي ثلاثة ماشي، واثنين خمسة. التوك توك مقفول بالباب، مقفول بالباب. إيه التفاصيل والحكاية والقصة؟ سعره كام وبيمشي كام كيلو عشان يتشحن؟ كل ده هنعرفه في من خلال هذا اللايف. متابعينا الكرام، متابعينا in everywhere, thank you about good listen and see you soon. Goodbye.